واش حنا غادي نقراو الاربعه في العشيه ونقراو السبعه في العشيه والسبت في العشيه؟ بزاف علينا. كاين اللي عنده ليكو وكاين اللي كل واحد شنو كيدير. عندنا ربع حنا نمشيو ليكو وما نمشيوش للمدرسه. راه هادشي راه بزاف خويا. غنقول لك كلمه واحده، هاد الوضع كان يعيش في المغرب وحنا ما نساو حيدوا الساعه اللي داروا لينا عاود بزاف. كيفاش حنايا نص نهار كنبقاو نعمروا لينا وندوزو نص نهار كنا خلينا التوقيت كيف كان كيبقاو يخربقوا الشعب. شنو هادشي اللي كيبقاو يديروا فيه الحكومه حشومه كاع؟ انا كنسكن بعيده الساعه ديال هنا كيف غادي الطريق عندي انا الساعه ديال من الوحده للجوج هنايا ما توقعتش. باور حنا بغينا ندخلوا مع التمنيه انا نشوف مقاطعون على اساس اسقاطات الساعه. حنا غنبقاو مستمرين في الاحتجاج ديالنا كيتحققوا لنا المطالب ديال اسقاط الساعه. حنا غنبقاو مستمرون الى اخر دقيقه والى اخر رابعه. تلاميذ ديال المؤسسه ديالنا هيا نضارو وقفوا اليد وحده كيتحقق لنا المطلب ديالنا. هو مطلب واحد لا غير مطلب. معرفي شي حاجه اخرى ما باغيناش. شي حاجه اخرى ما باغيناش. انا بغينا الساعه اسقاط الساعه غتدخل الساعه يا معرفي. السلام اخويا هاد العثماني تعدى على هاد الشعب اخويا. لا كاين 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 الساعه طبعا دابا عابوش راه كيقف اخرى يعاود كيسكن في المدينه او يدخل على وحده ويدخل معاه غيديرها وغير راه ما سقطاش هاد الساعه راه غنسقط الحكومه. خويا شوف يا اخي بغينا نقولوا وانا نعيشوا بكرامه وصافي. السلام عليكم شي حاجه اخرى بغينا نتحكموا علينا بهاد الحكومه ولا كيتحكموا فينا بحال الكلاب. الشعب يريد اسقاط الساعه. الشعب يريد اسقاط الساعه. الشعب يريد اسقاط الساعه. الشعب يريد اسقاط الساعه. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.